ما تخافش سي انس، ما تخافش كاين اخويا الناس، ما تخافش اخويا انس، سيد الكالي مازال الوقت، مازال الوقت، الماتش غيكون ديالنا ان شاء الله يا رب، الماتش غيكون ديالنا ان شاء الله يا رب، الاسلامي انتصري، الماتش غيكون ديالنا ان شاء الله باذن الله. ماركاو علينا فرنسا دابا بيت، ولكن نطلبوا من الله عز وجل انه ينصرنا، نطلبوا من الله عز وجل انه ينصرنا، يكون الفوز، يكون الفوز ان شاء الله ديال المنتخب المغربي. يا رب يا رب يا رب يا رب تنصرنا، يا رب يا رب تنصرنا، يا رب وعادي ما غيكون غير خير ان شاء الله، ما غيكون غير خير، غير 100 غير 100 اخويا، غير 100 ما غيكون غير خير اخي عادي، لا ما تخاف ربي كبير، قول بالسعادة خويا، ها الى شحال غيكون الماتش ديالنا، ديالنا ان شاء الله، والله ديالنا الماتش بالله، كما كتشوفوا خويا عادل متاثر بزاف وخايف، كاين الان انا درت بالله بدا كيبكي، والله العظيم كنتمنى ان شاء الله ربي يفرحنا، كنتمنى ان شاء الله يكون النصر ديالنا ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي. سي انس خويا راه ما نقول كذبش عليك صراحه، راه واحد الشهور تسكر اصاحبي، البكية والبكية وكل شيء، نتمنوا ربي يوفقنا ونتمنوا الدعوات ديال الناس الكبار وديال المسلمين، نتمنوا الخير اخويا، نتمنوا الخير ان شاء الله. دابا راه حنا مدمرين تفرج على البيت من بيبار، ولكن غير تصيدوا في اللعابه وما غادي يكون غير خير. ثم كتشوفوا مشاهدينا الكرام الدراري كل شيء متاثر، كل شيء خايف، لاعبين ماتش واعر ولاعبين ماتش كبير، ولكن تشوف كيفاش اللعب المغرب فوق على فرنسا مع انهم مجهدين ذاك البيت، خصنا نفتخروا بهذا المنتخب ونفتخروا بهذا الانجاز، نفتخروا به رغم يعني لا 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 لي بيت داروا الاعاده للبيت الاول، ويا صحاب لي بيت انا بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنقول لكم مشاهدينا الكرام يعني واحد الاجواء، كلشي متوتر، الدراري كلشي خايف، كاين اللي كيبكي، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تعلي علامنا، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تنصرنا، يا ربي يا ربي تنصرنا على القوم الكافرين، يا ربي يا ربي يا ربي تنصرنا على القوم الكافرين، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تخلي المغرب فخر للعرب، فخر للعرب وفخر للمسلمين، يا ربي يا ربي يا ربي تنصرنا، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. سيدنا خويا وسيد داك البيت، سيدنا ما رضيناش به، ولكن ما غادي يكون غير خير ان شاء الله، يا ربي يا ربي لما تنصرنا عليهم، يا سيدي يا ربي يا ربي، بغينا الكاس اخويا، بغينا الكاس، الكاس بغينا نديو الكاس لبلاد العرب، بغينا نديو. واو 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 الثاني كانت جميع المحاولات ديالنا احمد، البرازيل البرازيل والله الا ولينا احسن من البرازيل، طلب الله تعالى، طلب الله اخويا، اقسم بالله احسن مستوى في هذه كاس العالم ديالنا. غادي نقول لكم اخوتنا المغاربه، والله العظيم الا خرجنا من المقهى مأطرين وما كملناش الماتش، واش غادي نقول لك، كنا متحمسين باش نربحوا هذا الماتش هذا، ولكن ملي بدا الماتش وبان لي الماتش قاس عرفتها من الاول، استغفرك واتوب اليك، واخا هكاك بقينا طامعين، بقينا طامعين، ولكن ما كتابش، ماشي مشكل، مازال ايام الله طويله، نتمنى من الله تبارك وتعالى المغاربة عندنا يوجدوا منتخب ان شاء الله للدور اللي جاي، باقي ليام طويله، ويكونوا العام يوجدوا لنا غير بحال هذا المنتخب هذا ديال هذا العام، ونطلبوا الله يوجد لنا هذا، يعني الدراري تقاتلوا لعبوا داروا داكشي اللي في جهدهم، والحمد لله يعني وصلونا لهذا الانجاز، هذا واحد الانجاز عظيم، يعني الحمد لله يا ربي،
ويعني هذه ماشي نهايه العالم. سي انس اخويا يونس صراحه كي بحالنا كي بحال جميع المغاربه وكي بحال جميع العرب تاثرنا وكنا اننا طامعين اننا نزيد نحقوا الانتصارات، ولكن مع ذلك حنا انتصرنا. انتصرنا باش وحدنا ما بين الشعوب العربية، كل شيء والتي يدعي للمنتخب، كل شيء والتي يطلب للمنتخب، وحنا درنا واحد الإنجاز اللي هو واعر وزوين. مع أننا خسرنا قدام فرنسا، ما وخر حنا لعبنا واحد الماتش اللي هو كبير، وحنا شنا كأن لأن فرنسا رجعت هي كتدافع، ماشي المغاربة اللي ولاو تدافع. وبالأخص في يعني في الشوط الثاني يعني الدراري لعبوا يعني واحد اللعب تبارك الله عليهم، ولكن هذه كره وما حالفناش الحظ، وتنتمنى ان شاء الله في المونديال الجاي ان شاء الله ان شاء الله يكون عندنا واحد الفريق يعني اللي هو جميل جميل بحال هذا. بغينا بحال هذا الفريق، بغينا بحال هذا الفريق، وبغينا بحال هذا المدرب بحال وليد الركراكي. فيعني احنا دابا ثاني خرجنا، واخا خرجنا قبل ما يتسالي الماتش تمارك علينا البيت الثاني، صافي ما كملناش الماتش، خرجنا تأثرنا بزاف الدراري يعني كاين مسكين اللي كيبكي كاع، ولكن الحمد لله كي نشرنا فيديوهات وفرحنا معكم. حتى هذه راه كتبقى فرحه، ما كرهتش المغاربه كلهم يخرجوا دابا كي كانوا خرجوا هزوا الرايه المغربيه بغيتها تبقى دائما الفوق ودائما الله الوطن الملك. حنا راه حنا فايزين ودائما ان شاء الله. وعاش الملك والله الوطن الملك، وعاشت الامه المغربيه والامه الاسلاميه اينما كانت. وتحيه كبيره لهذا الناخب الوطني، تحياتي للعيبيه كاملين، خصنا كاملين نشجعوهم في التعاريق في القنوات ديالهم. فريمون والله العظيم دابا حنا جايين وكاين بعض الناس مساكنين يعني في الطوموبيلات هازين الرايات، رغم ان يعني تغلبنا وهازين الرايات وتيكلاكسونيو، يعني صافي راه حنا منتصرين مادام اننا وصلنا لهذا الشيء هذا فالحمد لله. وان كما قال خويا انس واحد الكلمه يعني الحمد لله، ان عرفنا بان الاوطان العربيه كتبغي بعضياتها. شفنا فلسطين، شفنا الامارات، شفنا قطر، شفنا السعوديه، شفنا بزاف ديال الدول العربيه كيفاش كتشجع المغرب. مسلمين ونبقاو مسلمين وديما اليد في اليد، تيدير الله ما دار، وحنا خوت مع العرب فين ما كانوا. يلا تحياتي لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، بالخصوص بالاخص يعني الناس اللي كانوا متابعينا يعني من الامارات، شكرا امي الحجه لانك كنتي كتدافع على المنتخب المغربي وبعض الحرقه، يعني كنت كنحس بك بانك يعني وحده منا مغربيه، بالدم يعني الدم ديال المغاربه كيجري في عروقك. شكرا امي واحد الحاجه من الامارات متابعانا، وكذلك جميع خوتنا الجزائريين، خوتنا التوانسه، جميع الدول العربيه بدون استثناء. ودائما شعارنا الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، الاسلام ونصر العرب. يلا خوتي شكرا لكم، وكنتمنى انكم يعني ما تقلقوش، خليو تعليقات زوينين للعيبيه كاملين، يعني ما تحاولوش انكم تدخلوا تقولوا انت ما درتيش ولا انت ما لعبتيش ولا انت جراو لعبوا تقاتلوا، ولكن هادشي اللي كاين كره هي هذه. يلا تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، والى فيديو مقبل ان شاء الله، مع السلامه.